بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة التاريخ على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم المصري. النهاردة أبنائي وبناتي بنستكمل مع بعض ده حصة جديدة من حصص الفصل الأول، الحملة الفرنسية على مصر. أخذنا الحصص السابقة مجموعة من الأفكار، مجموعة من الأسئلة والمهارات الخاصة بمادة التاريخ اللي هتفيدنا جدا في مذاكرتنا وتحصيلنا لمادة التاريخ. احنا أخذنا مع بعض في الحصص السابقة محاولات فرنسا الاستيلاء على مصر، وأخذنا إيه العوامل اللي أدت إلى قدوم الحملة الفرنسية، وأخذنا جزء من المجتمع المصري قبيل الحملة الفرنسية، أخذنا الحالة الاقتصادية، وهنكمل النهاردة بقية أحوال مصر قبل الحملة الفرنسية. أخذنا لحد الآن الأهداف الخاصة بالجزء ده، أخذنا اتعرفنا على أسباب الحملة الفرنسية على مصر، طبعا الشبه هيبقى بعد كده، وبنحدد أحوال المجتمع المصري قبيل الحملة الفرنسية، دي الحصة اللي فاتت وهنكملها النهاردة. بقية الأهداف هتكون على الحصص القادمة إن شاء الله. يعني إحنا أخذنا لحد الآن الدرس الأول محاولات فرنسا الاستيلاء على مصر والعوامل اللي أدت لقدوم الحملة، وأخذنا جزء من المجتمع المصري قبيل الحملة الفرنسية، هنكمل النهاردة ومع مجموعة من الأسئلة والأفكار والمهارات. نراجع كده مراجعة بسيطة لما أخذناه. محاولات فرنسا الاستيلاء على مصر، طبعا احنا أخذنا عرفنا إن هي تكررت المحاولات وكانت أكتر من محاولة، محاولة لويس الرابع عشر ومحاولة لويس الخامس عشر والسادس عشر ثم نابليون بونابرت، المحاولة الرابعة اللي هي الثورة اللي كانت بعد قيام الثورة الفرنسية، وعرفنا أهداف وأسباب كل محاولة من هذه المحاولات، وعرفنا الفرق بينهم إيه، وعرفنا المشترك بينهم إيه. الهدف الاقتصادي كان مسيطر عليهم كلهم، حماية مصالحهم الاقتصادية، لكن تنوعت يعني تنوع التناول بينهم، كان في منهم الدبلوماسي اللي هو كان بأسباب يعني بطريقه دبلوماسيه بطريقه سياسيه بالتفاوض على السلطان العثماني بالتنازل له عن مصر، او بالطريقه العسكريه في مع المحاوله الاولى المحاوله الثالثه، ثم جاءت مع حيز التنفيذ في بعد قيام الثوره الفرنسيه بقياده نابليون بونابرت، واخذنا الافكار واسئله كثيره عليها. ثم تناولنا الثوره الفرنسيه وعرفنا انها قامت في 14 يوليو 1789، وعرفنا كتير عنها ان هي انها تعتبر اول ثوره اجتماعيه، وعرفنا عن ايه ثوره، ممكن نستبدلها باكتر من كلمه، زي ممكن نقدر نقول صحوه، نقدر نقول حراك، كل دي كلمات نقدر نستخدمها مكان الثوره لو احنا استبدلنا كلمه الثوره دي في الاسئله، واتكلمنا عن الحراك اللي حصل في اوروبا واتكلموا او الصحوه اللي حصل نتيجه التغييرات حصل في الوضع هناك. عرفنا ان المفردات قد تتغير ولازم يكون عندنا حصيله في المفردات والمرادفات علشان تكوين الاسئله، وان هي قامت ووصفناها بانها ثوره اجتماعيه لانها قامت من طبقات المجتمع اللي كانت مظلومه في ذلك الوقت، اللي هي الطبقه الوسطى بالتحالف مع طبقه العامه، واللي ترتب عليها قضاء على النظام الملكي الإقطاعي المسيطر على كل شيء، وعرفنا عن إيه إقطاعي، وأعلنوا الجمهورية وإعدام الملك لويس السادس عشر، فبالتالي يعني تغير نظام الحكم من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، وكان صراع بين النظام الجمهوري والملكي، وعرفنا ليه صراع، ما خلاص تم الانتهاء عليه، لا إحنا بنقول النظام الملكي في بقية دول أوروبا اللي كانت ذات عروش ملكية وأنظمة ملكية فخافت على عروشها فتحالفت ضدها، فتحالف ملوك أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية لإعادة الملكية لأنهم خافوا من تسريب
الثوره او مبادئ الثوره الفرنسيه الاخاء والعداله والمساواه، يعني خافوا من هذه المبادئ انها تخرج بره فرنسا وتمثل عنصر تهديد ليهم، فاوروبا شنت حرب عليها، لكن اوروبا لكن فرنسا انتصرت على هذه التحالفات، وده دليل على قوتها البريه في ذلك الوقت. ثم تعرفنا على العوامل اللي ادت الى قدوم الحمله الفرنسيه على مصر 1798 نتيجه التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا اللي بدا من القرن ال17 واستمر لحد ال18، وان فرنسا كان عندها رغبه في توجيه ضرب عسكريه لانجلترا خارج اراضيها لتقويض، اللي احنا قلنا تقويض معناها هدم، وبرضه بركز على مهاره مهمه دايما بنركز عليها، كلمة لحق المرادفات والمفردات، يعني لازم يكون عندي حصيلة لغوية علشان في تكوين الأسئلة ممكن كلمة تغير معنى سؤال، فلازم أكون أنا عارف معنى الكلمة إيه. فكلمة تقويض يعني هدم الإمبراطورية البريطانية في الشرق وإقامة إمبراطورية فرنسية بدلا إيه منها. وكمان يبقى كده إيه، يبقى عندي جانب عسكري وعندي جانب تجاري، تسهيل مرور التجارة الفرنسية إلى الشرق عبر مين؟ عبر مصر، وتأمنها من خطر المماليك، فيبقى أصبح عندها عدو بدل العدو اتنين اللي هو إنجلترا في الغرب والمماليك في الشرق، بدلا من طريق رأس السرداء الصالح اللي كان بيسيطر عليه الأسطول الإنجليزي. فكان عندي بنى عندي أسباب اقتصادية وأسباب عسكرية، اللي هي عسكرية أو سياسية مع إنجلترا إن هي عايزة تقويض هدم الإمبراطورية الفرنسية، هدم الإمبراطورية البريطانية وتكوين بدلا منها إمبراطورية فرنسية في الشرق، وهدف اقتصادي تسهيل مرور التجارة إلى الشرق عبر مصر وتأمينها من خطر المماليك، ورغبة فرنسا في إنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق. كده ببساطة يا شباب كل ما تناولناه من أول العام لحد الآن. هنكمل مع بعض أحوال المجتمع المصري قبيل الحملة الفرنسية، أخذنا مع بعض الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وهنكمل النهاردة الاجتماعية والسياسية. وعرفنا ايه اسباب احنا ليه بندرس احوال المجتمع المصري قبيل مجيء الحملة الفرنسية، عشان افهم تطور الاحداث واسبابها وما آلت اليه الامور فيما بعد، واعرف الفرق بين اوضاع المجتمع الفرنسي واوضاع المجتمع المصري في هذه الحقبة. كمان عايزين اعرف هل المصريين فتحوا الباب للغاز الفرنسي ولا قاوموه؟ طبعا حصلت مقاومه وصاروا عليه لحد ما خرج من مصر. تمام؟ طيب اخذنا مع بعض الاحوال الاقتصاديه، الزراعه والصناعه والتجاره، وعرفنا ان الزراعه كانت مشكلتها في تتكو او اسباب تدهورها نتيجة نظام ملكية الأرض اللي هي حق الانتفاع، اللي كانت الأرض دي كانت ملك للدولة ممثلة في السلطان العثماني، يعني الأرض كلها ملك للدولة العثمانية ممثلة في السلطان العثماني، وكان بيزرعها عن طريق التكليف، تكليف الفلاح، تكليف الفلاح، يعني الفلاح المصري لا يمتلك الأرض وإنما كان يكلف بزراعتها، يعني اللي احنا بنسميه حق الانتفاع، وكان لا ينتفع بالارض الا بعد ان يدفع ضريبتها، يدفع ضريبتها، وضريبتها دي بقى بيدفعها ازاي؟ او احنا عرفنا يبقى ان الفلاح كان مجرد منتفع ليس له حق التصرف فيها، وهذا الانتفاع لا يحدث الا بعد دفع الضريبه. دفع الضريبه بيكون ازاي؟ احنا عرفنا من خلال نظام الالتزام، نظام جمع الضرائب الالتزام. الدولة العثمانية كان عندها مشكلة سوء في الإدارة الداخلية، وإن هي مش عارفة تدير دولتها داخليا، فكان بيتم جمع الضرائب بواسطة الملتزمين، وكان الملتزم مع الملتزم إن يدفع الضريبة للدولة العثمانية عن ناحية أو عدة نواحي، ثم يروح بقى يلمها من الفلاحين بضرائب ايه بأضعاف مضاعفة عشان يحقق استفادة. تمام؟ فده بيدل على وهن وضعف إدارة الدولة العثمانية لولاياتها، بدليل إن هي كانت تجمع ضرائبها من خلال شخص اللي هو الملتزم، كان بيتعمل مزاد للنواحي، مين اللي يدفع ضريبة؟ اللي يدفع ضريبة أكتر لأرض معينة هو اللي ايه؟ هو اللي يقوم بالدور ده، ان هو يدي الضريبه دي للدوله العثمانيه ويدور على الفلاحين يلمها اضعاف مضاعفه. ف
فكان نتيجة ده بيحصل الملتزم على امتياز لجمع الضرائب. امتياز ده اللي هو جمع الضرائب من الفلاحين اللي هم مين؟ المنتفعين اللي احنا قلنا عليهم اهو، اللي هو اللي بيزرع الارض وينتفع بيها، لكن بعد ان هو ايه يا شباب؟ بعد ما يدفع ضريبتها. مين الفلاح؟ الفلاح بيدفع ضريبتها بنفسه كده، بيروح للسلطنه يدفع الضريبه؟ لا، من خلال شخص اسمه الملتزم. هذا الملتزم كانت الدوله العثمانيه بتعمل زي المزاد كده، وتعرض الاراضي اللي عايزه عليها ضرائب، فاللي يدفع اكتر هو اللي ياخد حق ايه هذا الالتزام. ونتيجه ده بيحصل على هديه، ان هو هديه طبعا، ان هو بيلم الضرائب اكتر من يعني اكتر من اللي دفعها عشان يحقق استفاده. وكان بيحصل على قطعه ارض اللي احنا بنسميها الوسيه. كان الملتزم يحصل على قطعه من الارض معفاه من ايه؟ من الضرائب، تسمى الوسيه من السلطان العثماني كهديه له، ان هو يا شباب بيقوم بهذا الدور. نتيجة الحاجات دي كلها تطورت الزراعة في مصر في ظل الحكم إيه؟ العثماني. نتيجة طبعا هذا الوضع هيخلي الفلاح عنده ولاء للأرض؟ لا طبعا. فلم يهتم الفلاح، عدم اهتمام الفلاح المنتفع بأمور إيه؟ الزراعة، بسبب معاناته من سطوة الملتزمين. طبعا الملتزم مش كان هيلم الضرائب بزيادة بهداوة أو بحنية، لا، كان بقسوة بقسوة، تمام. فكان عانى الفلاح المصري من هذا الوضع، وفرض الملتزمين اتوات خارج الضرائب عشان يحقق استفادة ويعوض الفلوس اللي دفعها للخزانة. كمان الدولة ما اهتمتش بأمور الزراعة ولا بأمور الري ولا تقوية الجسور نتيجة لاتقاء الفيضان، وما فيش أمن ولا فتض. كل ده تدهورت الزراعة، تمام يا شباب. يبقى انا عندي نستنتج من كده ان الملتزم استخدم القوه والترهيب، فضاعت حقوق الفلاحين نتيجه ان هو كان بياخد فلوس مضاعفه للي هو بيعمله، نتيجه ان هو بيحصل فلوس ضرائب اكتر من اللي بيدفعها عشان يحقق استفاده. فكل ده اثر على الفلاح المصري، تمام يا شباب. واخدنا الصناعه انها تدهورت الصناعه في ظل الحكم العثماني، لأنها كانت إيه يا شباب؟ صناعة يدوية بسيطة، لم تصل إلى الآلية. ولذلك إحنا بنقول المجتمع المصري في ذلك الوقت في هذه الحقبة كان يعاني من العزلة. ليه؟ لأن في ذلك الوقت كانت أوروبا عندها ثورة صناعية، اكتشاف طاقة البخار ثم الفحم، يعني فبدأت تبقى الصناعة آلية، تعتمد على آلات. لكن الوضع في مصر كان ما زال يدوي، صناعات قايمة على صناعات يدوية، على شغل الإيد. فبالتالي كانت الصناعات يدوية، لم تصل إلى إيه؟ إلى الآلية كما حدث في أوروبا. وده دليل إن مصر كانت تعاني من العزلة في الفترة العثمانية. طب ليه العثمانيين عملوا كده؟ لماذا لم يهتم العثمانيين بالصناعة؟ لا، زي الوضع اللي يعني هم ناس كان عندها ضعف وسوء في الإدارة ووهن في السياسة الداخلية في ولايتهم. فزي ما حصل مع الزراعة، اعتمدوا على عنصر بينهم اللي هو ملتزم يلم لهم الضرائب ويقوم هو بالدور، أهم حاجة عندهم تحصيل الأموال. كذلك الوضع بالنسبة للصناعة، لم يهتموا بالصناعة واعتمدوا على نظام طوائف الحلف أو شيخ الطائفة، تمام يا شباب. يبقى الأنظمة الاقتصادية كان في هذا الوضع نقدر نتصف إن هي كانت نظام طوائف الحلف، اللي هو كان ودي كانت اسباب تدهور الصناعه ايام الدوله العثمانيه. وزي ما قلت لك عانت مصر من العزله، فبالتالي كان يعني الوضع كان سيء جدا في مصر. طيب، وده ادى الى عدم مواكبه التطور الصناعي اللي حصل في اوروبا. طيب، ايه بقى طوائف الحلف؟ كان الصناع بينتظموا في طوائف تمثل همزة وصل مع الحكومة. الله، ده حاجة كده شبه مين؟ شبه الملتزم، اللي كان همزة وصل بينه وبين همزة وصل بين الفلاح والدولة العثمانية. لكن هنا الشيخ الطايفة كان بيجمع الضرائب ويديها للسلطان، يعني كان بيديها له على طول، يعني الإشراف على الإنتاج كانت مهمته مهمتين، يشرف على الإنتاج ويجمع الضرائب. الملتزم كان يجمع الضرائب فقط، كان بيجمع كان بي كان بيدي الضريبة للدولة العثمانية ويجمع الضرائب اضعاف مضاعفه من الفلاحين. اما هنا شيخ الطايفه كان بيشرف على الانتاج ويجمع الضرائب.
تمام، يبقى كده عندي في وجه تشابه ووجه اختلاف بين شيخ الطائفة وبين الملتزم، اللي هو وجه التشابه جمع المال اللي هو همزة وصل، تمام، ويجمع المال ويديها للمستحقين أو للدولة العثمانية. لكن هنا ما بيدورش بقى على الصانع وياخد منه أضعاف مضاعفة، لا مش من حقه، وكان يشرف على الإنتاج ويجمع إيه الضرر. فاهم يا شباب؟ يبقى أنا عندي، يبقى نظام متوقف الحلف يشبه الملتزم في جمع الضرائب، جمع الضرائب فقط، لكن الاختلاف في الإشراف على الإنتاج. هل كان الملتزم بيشرف على الزراعة؟ لا، ما كانش بيشرف على الزراعة، ده أهمل الزراعة وأهمل الري وكل حاجة، ولا الجسور، ولا عمل تأمين أثناء خطر الفيضان. تمام، يبقى أنا عندي نظام توقف الحلف يشبه الالتزام بس في مهمة جمع الضرائب. وكانت طوائف الحرف الصناعية جزء من نظام الطوائف في مصر، بيضم أصحاب المهن المختلفة، وبمقتضاه كان لكل فرد في المجتمع مكانته تحت قيادة شيخ الطائفة. تعال نشوف بقى الاختلاف هنا بين ده وده، بين الفلاح والصانع، إن الفلاح لم ينل مكانة بسبب سطوة مين؟ الملتزم في جمع الضرائب. يبقى لو أنا كده عمل مقارنة كده ما بين الوضع بتاع الفلاح والوضع بتاع الصانع، بلاحظ ان انا عندي في فرق بينهم، ان الفلاح لم ينل مكانه، ما كانش عنده مكانه. ايه السبب؟ قال لي بسبب سطوه الملتزم في جمع الضرائب، عكس مين؟ عكس الصانع اللي اخذ مكانته، الصانع الحرفي اللي اخذ مكانته وتحددت تحت قياده الشيخ الطايفه. جبت الكلام ده منين؟ اهو، بمقتضاه كان لكل فرد في المجتمع مكانته، كان لكل فرد اللي هو صانع يعني مكانته تحت قيادة شيخ الطائفة بتاعته. الحرفي اللي هو الحرفي زي النجارين، الحدادين، النساجين، كل واحد ده كان ليه مكانته تحت قيادة ايه؟ تحت قيادة شيخ الطائفة. يبقى كان نقدر نقول ان الصانع المصري كان احسن حالا من الفلاح، ولكن كانوا الاثنين كانوا بيعانوا منين؟ بيعانوا من جمع الضرائب. تمام؟ طيب، اما التجاره، التجاره عندي تجاره داخليه وتجاره خارجيه. التجاره الداخليه دي بقى عندي تدهورت. ليه يا سيدي تدهورت؟ قال لي بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب اللي احنا عارفينه، اللي هو طريق راس الرجاء الصالح عبر مصر الى طريق راس الرجاء الصالح. فبالتالي اقتصرت، يعني بقت على كده بس، اقتصرت صلاة مصر التجارية على دول حوض البحر المتوسط والسودان والحبشة وبلاد العرب واليمن. يعني أصبحت التجارة، التجارة نقول إيه؟ تجارة إيه؟ يعني قلت البحر المتوسط أهو، وقلت السودان، تمام، والحبشة، تمام، وبلاد العرب واليمن، يعني في النطاق ده بس، أصبحت التجارة في النطاق ده بس. تمام، يبقى اقدر اقول تجاره اقليميه، يعني في النطاق الاقليمي بتاعها بس. تمام، طيب السبب اللي بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب عبر مصر الى مين؟ الى راس الرجاء الصالح، واقتصرت التجاره على الدول المجاوره بس، دول الجوار. تمام، يبقى التجاره دي التجاره ايه يا شباب؟ دي التجاره الخارجيه، اصبحت التجاره اقتصرت على دول الجوار بس، اللي هو ايه؟ تجاره اقليميه. تمام، طيب عندي التجارة الداخلية برضو تدهورت. طب ليه بقى التجارة الداخلية داخل مصر؟ قال لي عدم استقرار الأمن، عدم استقرار الأمن، واشتد النزاع بين الفرق العسكرية والإغارات المتلاحقة للبدو العربان، وعدم ثبات قيمة العملة المتبادلة من مكان لآخر، واختلاف المكاييل والموازين من مكان لآخر. يا ربي، كل ده في كان الوضع في مصر أثر على التجارة وأثر على الوضع كله، أثر على الوضع الكل، ما كل شيء مترتب عليه. ما التجارة دي قايمة على إيه؟ قايمة على الزراعة، قايمة على الصناعة، فبالتالي كل ده بتعاني منه التجارة، فبالتالي هتكون ليها آثار على الزراعة والصناعة. تمام؟ يبقى أنا عندي اشتداد النزاع بين الفرق العسكرية والأغراض المتلاحقة بين بدو الصحراء، أثر على إيه؟ اشتداد النزاع بين الفرق العسكريه والاغراض المتلاحقه للبدو، الاثنين دول اثروا على ايه يا شباب؟ اثروا على استقرار الامن والوضع الامني في مصر. تمام؟ وده بيدل على ايه؟ بيدل على فشل هيئات الحكم العثماني في مصر اللي احنا هندرسها دلوقتي، ان الناس دي اللي بيحكموا مصر فين؟
هيئات الحكم ايام الدوله العثمانيه فين؟ فين استقرار الوضع الامني؟ سايبين البدو عمالين يعملوا اغارات ليه؟ سايبين الفرق العسكريه في نزاع ليه؟ انتوا فين؟ فده يدل على فشل هيئات الحكم العثماني في مصر، واحنا كده خدنا اكتر من فشل، فشل في اداره امور البلاد الناحيه الماليه فاستعانوا بالملتزم، فشل في اداره الصناعه فعملوا شيخ الطايفه عشان يجمع لهم الضرائب، فشل في استقرار الامن اثرت على التجاره في هيئات نظام الحكم، وادت عمليات السلب والنهب من جانب العربان لتدهور التجاره ايه؟ الداخليه. تمام، ادت عمليات السلب والنهب دي ادت الى تدهور التجاره الداخليه. طيب انا عندي بقى ايه؟ ادى تدهور التجاره دي الى سيطره التجار الاجانب على امور التجاره. طيب تجار الاجانب دي ليه عارفين يعني يمشوا امورهم؟ ليه ما تاثروش بالوضع في مصر؟ ما السؤال هنا ليه التاجر المصري ما عرفش ينظم اموره ويستفيد ويقدر زي التاجر الاجنبي اللي سيطر، اللي انتهز هذا الوضع وسيطر على امور التجاره؟ قال لك التجار الاجانب دول سيطروا على الوضع بسبب تنظيمهم من ناحيه، والامتيازات التجاريه اللي اعطتها الدوله العثمانيه ليهم. يعني مش شطاره من التاجر الاجنبي ان هو ما تاثرش بالوضع في مصر، سواء الوضع الامني وقيمه العمله، يعني انت قيمه العمله مختلفه من مكان لاخر، ودي مشكله بحد ذاتها، ودي هيبقى عليها اسئله كتير. ليه التاجر الاجنبي عارف يمشي اموره؟ قال لي بسبب ان هم كانوا منظمين من ناحيه، والامتيازات التجاريه اللي اعطتها الدوله العثمانيه. الامتيازات هي ايه يا شباب؟ قال لي الامتيازات هي التسهيلات التي تمنحها الدوله العثمانيه للرعايا الاجانب في مصر. هي تسهيلات تمنحها الدوله العثمانيه للرعايا الاجانب في مصر، تمام يا شباب؟ طيب كما ساعد تدهور الاقتصاد المصري، واللي ساعد على ازدياد في تدهور الاقتصاد المصري هي ارسال الضرائب المفروضه على مصر والهدايا اللي كانت بتتبعت باستمرار للسلطان لكسب ود السلطان العثماني. يبقى انا عندي كل العوامل دي ادت الى تدهور التجاره وسيطره الاجانب عليهم بفضل الامتيازات اللي اخذوها، ويعني نقدر نقول اكتر من عامل كان سبب تدهور التجاره. نقدر نقول اول حاجه عامل جغرافي بسبب الكشوف الجغرافيه، ادي اول حاجه. يبقى اول حاجه نقول نقدر نقول عامل جغرافي بسبب الكشوف الجغرافيه، ادي اول حاجه خالص. تمام، يبقى دي رقم واحد، عامل جغرافي. تمام يا شباب، مرتبط بتحول طريق التجاره بين الشرق والغرب بطريق رأس الرجاء الصالح. تمام، وعندي عامل امني بسبب عدم استقرار الامن وشديد النزاع وغارات العربان بصفه مستمره، واقتصار التجاره على دول الجوار فقط. كل ده كمان ضعف العلاقات الدبلوماسيه لمصر وخضوع مصر للدوله العثمانيه. كل ده اسباب ادت ايه يا شباب؟ الى تدهور التجاره. انتظاركم الحصه القادمه ان شاء الله. الى هنا استودعكم الرحمن الذي لا تضيع امانته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.